صباح الخير عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف النوري. تحياتي للجميع الاصدقاء كما كانوا. يلا نديروا الدويره الفزوان. احنا دابا في الرقاده، نشوفوا الاجواء ديال الفلاحه ونشوفوا الدواء واش خضراء، واش مع هذا الشتاء اللي طاح تبارك الله رانا كنشوفوا الدواء خضراء. شوفوا الدواء تبارك الله راه بدا تزيان، الحمد لله. ما تنساوش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف قنوري. حنا درك في واحد الطريق تاع لابيس اللي كتجي من المنزل، ان شاء الله هذه المره غادي نديروا المنزل ان شاء الله باش نشوفوا الدواء كي دايره تما من المنزل وندخل في الرقاده. ها هي الرقاده عند مول الجمال اللي كيبيع الحليب ديال الجمل، ها هو هنايا. الناس راه دايره الفول تبارك الله، هنايا دايره الشيبه الزيتون. شوفوا الفول كي داير، شوفوا ما شاء الله الرقاده. ها هي تحياتي للناس الرقاده، الناس اللي ناس في زوان جراوة. ها الدجاج، ندير لكم شويه ديال الطريق باش تشوفوا الاجواء كي دايره. هنايا تحيه ناس احفير، الريح بزاف. يس تملا وجداء احفير. ندير واحد الدويرة هنايا في الرقادة باش نتاجو ان شاء الله زوان ان شاء الله. الدواء راها خضرا تبارك الله، يا سلام. يا سلام شوف الدواء كي دايره. الحمد لله هذه هي الدعوة. اجواء الفلاحه هنايا في الرقاده، شوفوا تبارك الله
الله يرحمنا رب العالمين. خاص شويه الشتاء المنطقه هذه شويه. الزيتون حتى هو راه يدير الحب ديالو. شوف نور الرقادة، المدينة الهادئة، ما تعرفهم لا ساكنين لا ما ساكنينش. والله إلا فيلم نفوت تلقى الدعوة خاوية. اللي يبغى الكرم أخوتي، اللي يبغى الكرم والهدوء ويربي صحته يسكن هنايا، ما تلقاش الصداع هنايا، ما تلقاش الصداع، ما تلقى حتى شي حاجه هنايا. فلا خلعني دائما الهدوء والكالم هنايا، واحد البلاصه اللي زوينه العوين والطبيعه. الطبيعه غير حداك، غير تفرج ها انت راك في الطبيعه، جبال زوانه. شفتوا الجو كي داير هنايا تبارك الله، والله العظيم الجو زوين. يا سلام،
ياك زوان. الناس هتقلع الخرش في مولد الله يلا براف. منطقة تبارك الله معروفة بخضروات، نعناع، القصبر، الزرودية، البنا، الفول. الاجواء ديال الفزوان كي دايره خوت، الله الا القحت. تمنينا لو كان هاد الدعوه كلشي خضر وكلشي مسنبل كلشي. راه حنا دابا في شهر 4 وما كاين والو. الله يرحمنا يا رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي كامل اللي كتشوفوه بالافعال ديالنا خوت، مابقيناش نحسو بمسكين، مابقيناش نعشرو، مابقيناش نديرو بزاف ديال، هربنا على الدين ديالنا بصراحة، هربنا على الدين. ملي كيترفع الدين، ملي كنهربو على الدين، ربي كيرفع البركة ديالو. ان شاء الله ندخلوا للفزوان نشوفوا الدواء كي دايره. مشاهدينا الكرام، الدخول الى قريه فزوان المنطقه السياحيه في شهر رمضان المبارك، شهر المغفره والتواب، وشهر المغفره العتق من النار، العشر الاواخر من شهر رمضان. شوفوا فزوان اخوتي، ها 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 فزوان بحال داك الفيلم ديال كلانتيستويد الكوبوي، الكوبوي كوبوي كوبوي. هيا 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 قرية فزوان السياحية في شهر رمضان المبارك. يلا اخوتي تحياتي لكم، نهاركم مبروك، رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتوش، ان شاء الله الصحة والسلامة. وتحياتي للاخوان، ان شاء الله حنا هنا يا عينا، والله الا عينا ما قدرناش نزيدو، والله مرة اخرى ان شاء الله غادي نديروها في الطريق، غادي نخرجوا في عينا المو ونهود ان شاء الله. الحشد تبارك الله، شوف 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 خيرات ديال الله سبحانه وتعالى. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله الله يبارك.
حبيت سيد رمضان انا. يا سلام، شوف 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 الخير، شوف خصو الشتاء، خاص الشتاء اخوتي. الله يرحمنا، الله يرحمنا يا رب العالمين برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا.